مع استمرار الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية في كافة ربوع مصر، يقترب الحلم المصري من تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في كافة المجالات ومنها قطاع الطاقة. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الكهرباء أن مصر قطعت شوطا كبيرا بالإجراءات التنفيذية مع روسيا عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة. وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووي والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة وإدارة الوقود النووي المستنفذ. كما أقامت الدولة مدرسة الضبعة الثانوية للتطبيقات النووية لتخريج كوادر للعمل بالمحطات النووية بالضبعة، حيث بدأت الدراسة العام الماضي بقبول أول دفعة تضم 75 طالبا في 3 أقسام مختلفة، من بين أكثر من 1700 طالب تقدموا للالتحاق بالمدرسة. وتعد مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة للتطبيقات النووية هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، والدراسة بها بنظام 5 سنوات. هذا وتقوم الدولة بعدد من المشروعات بتلك المنطقة، ومنها إطلاق مشروع تنمية غرب مطروح وإقامة المشروعات القومية، ومنها مدينة العالمين الجديدة وميناء النجيلة ومشروعات أخرى في مجالات الإسكان والصحة والطرق وغيرها. إشادات كبيرة بما خططه مصر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مثال قوي جدا متمثل في مشروع محطة الضبعة، وإشادات من قبل وكالة دولية للطاقة الذرية بحجم الأمان النووي المرتقب المتحقق في هذه المحطة المصرية، وبالإجراءات كذلك التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة، والطريقة التي يعني يدار بها هذا الملف كمشروع تنموي، ونؤكد تنموي عملاق لأنه وثيق الصلة أيضا بالتنمية المستدامة، وربما التعاون أيضا تأكيد من قبل مدير عام الوكالة الدولية بأنه سوف يتكثف العمل والتنسيق بين الجانب المصري وبين هذا الجانب خلال الفترة القريبة القادمة بإذن الله. محاور كثيرة مرتبطة بالضبعة نقترب منها في هذا اللقاء، وبوجه التحية لضيفي الدكتور كريم الأدهم رئيس الأسبق لمركز الأمان النووي. أهلا بحضرتك. أهلا بك. طبعا حلم كبير جدا كان لمصر ان هي تنهل من هذا الحق استخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، ودايما بيكون في حديث متصاعد عن المردود الإيجابي لمثل هذه المشروعات في مجال التنمية المستدامة. عندما نتحدث تحديدا عن الضبع ماذا تقولون؟
يعني هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هو يعني طبعا الحلم بدا يتحقق يعني الحمد لله. مصر طبعا بدا الاستخدامات السلميه للطاقه الذريه منذ الخمسينات. في طبعا مفاعلات ابحاث موجوده بتعمل من 61، وبرضه كنا يعني حريصين ان احنا ندخل في مجال توليد الطاقه الكهربائيه من المفاعلات. مرت بمراحل وكان يعني في نوع من سوء الحظ شويه لما حصلت 67، وبعد كده جه 73، وبعدين بعد كده لما بدأنا فجت حادثة تشيرنوبيل يعني. لكن في النهاية الحمد لله يعني اتخذ القرار ويعني بدأ التنفيذ الجدي للمشروع. فحاليا مشروع الضبعة يعني على الأقل الموقع اختير، التعاقدات تمت مع الجانب الروسي، الوقت يعني او تجهيز البنيه الاساسيه للمكان، وبعدين تمهيدا لبدء البناء. وبعدين كل ده الحقيقه يعني كان له خطوات في اتجاهات معينه. اولا استكمال الجانب التشريعي بانك انت بتصدري قانون تنظيم الانشطه النوويه في مصر بحيث يحدد الجهات المسؤوله ومسؤوليه كل جهه، سواء الجهه المسؤوله عن الانشاء المحطه نفسها، والجهه المسؤوله عن مراقبه واصدار التراخيص والعمل على ان كل خطوه بتتم يكون لها جانب في ناحيه الامان النووي يكون كبير، بحيث ان احنا في النهايه نضمن سلامه الانسان المصري والبيئه المصريه في من هذه التكنولوجيا بحيث تكون على اعلى مستوى من الامان. فده الجانب التشريعي استكمل، وحاليا زي ما حضرتك قلت ان احنا يعني بادئ المشروع حاليا في مصر. عايز اخد كمان حضرتك التوصيف الفني للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي فيما يتعلق بمشروع الضبعه من عام 2015 وحتى الان بدايات 2019، لكن اسمح لي في البدايه اقرا هذا البيان من قبل وزاره الداخليه. في إطار جهود الوزارة للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية الصنع لاستهداف قول الأمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير الجاري، أسفرت عمليات البحث والتتبع بخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالضرب الأحمر، حيث قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه وسيطر عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، ما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة ضابطين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام. أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل في حادث الهجوم الانتحاري بالأزهر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وذكر مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة أنه أثناء تحرك مأمورية مشتركة من ضباط مديرية الأمن وقوات الأمن الوطني لضبط إرهابي بمنطقة الغورية خلف مسجد الأزهر، قام الإرهابي بتفجير نفسه بقنبلة عقب استشعاره قرب قوات الأمن منه، ما أسفر عن استشهاد مخبر وإصابة 6 ضباط. كان الانفجار قد وقع عقب مأمورية إرهابي بالتفجير نفسه في مأمور أثناء القبض عليه بمنطقة الضرب الأحمر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام. يعني بالتأكيد الإجراءات الأمنية جارية على قدم وساق لقطع الطريق على أي عمل إرهابي ينال من أمن الدولة المصرية ومن أمن المواطنين، ودوما نقول أن المحاربة للإرهاب هي على أكثر من جبهة، بالتأكيد المحور الأمني بالإضافة إلى المواجهة الفكرية وكذلك المواجهة بالبناء والتنمية. ونعود إلى حديثنا عن حجر من أحجار الزاوية في الدفع قدما بالتنمية المستدامة، وهو تحقيق كثير من أحلامنا النووية اللي بالتأكيد بتصب أيضا في مجال التنمية الشاملة في مصر. طبعا بحيي حضرتك وبتوجه لحضرتك بالتحية من جديد يا دكتور، ويعني نكمل كلامنا عن تجربة المحطات النووية وتقييمك للمرحلة الحالية اللي بيمر بها مشروع
الضبع المصري. زي ما بقول حضرتك ان هو طبعا الموقع اختير، اختيار الموقع من اساسه بيبقى له معايير كثيره جدا بحيث نضمن ان هذا الموقع هو انسب موقع لاقامه المحطه النوويه من حيث الثبات البركاني، الزلزالي، الظروف الجويه، حركه الامواج في البحر عند الموقع، التركيب التربه، كل مياه الجوف، كل ديت بتبقى تتخذ بالحسبان بحيث ان احنا نضمن ان هذا الموقع مناسب تماما لانشاء المحطه، وده موجود حاليا فعلا وثبت ان موقع الضبع من كل هذه هو مناسب. ثم حاليا ان بيجري حاليا اعداد الموقع من ناحيه البنيه الاساسيه الموقع، من ناحيه مساكن العاملين، كل هذا، واعداد ميناء عشان المعدات توصل عليه اللي هتيجي من روسيا ان شاء الله، بحيث كل ده يكون تمهيدا لبدء البناء في هذا المشروع الكبير. دكتور إرشاد، بالخبرة الروسية في هذا المجال وطبعا الإجراءات والاستعدادات النهائية لهذا المشروع بتتم بأعلى مواصفات الأمان النووي زي ما حضرتك تفضلت، وهي أيضا بالتعاون مع مؤسسة روس أتوم الروسية، يعني كيف يمكن أن تعظم الاستفادة من خبرات دول ربما سبقتنا في مجال التكنولوجيا النووية، وأيضا الزخم اللي بيكتسبه المشروع بالأيادي المصرية التي تستحق تسليط الضوء عليها المشاركة في هذا المشروع؟ هو طبعا ما من شك أن روسيا لها باع طويل ولها تاريخ كبير في المفاعلات، وحاليا المفاعل اللي هو إن شاء الله تم التعاقد عليه هو يعني من الجيل الثالث المطور، اللي هو يعني زي ما تقولي في معدلات الامان عاليه جدا بشكل كبير قوي، فده موجود. طبعا النقل الخبره بيتم عن طريق المهندسين اللي بيروحوا روسيا ويطلعوا على يعني يشوفوا مراحل انتاج المعدات او مكونات المحطه، فده طبعا بيكون موجود. التدريب هناك على تصميم المحطه، التدريب على يعني ازاي المحطه على محطات مشابهه بحيث ان هم يشوفوها ازاي بتعمل وما الى ذلك. ثاني حاجه ان احنا فيها برضه هيكون في بنفس الاجزاء في بعض مكونات محليه ستنتج من عند في عندنا في مصر، وبمرور الوقت يعني احنا مثلا اول مفاعل هيكون في نسبه معينه من المنتج المحلي موجود، ثاني مفاعل هتكون اكثر، ثالث مفاعل هتكون اكثر بالشكل كده، بحيث ان احنا دايما عاوزين نزود المنتج المحلي في تصميم في المحطه. فاحنا عندنا هذا اولا بعثات تدريبيه، ثانيا ان احنا عندنا في مصر برضه ما ننساش ان احنا عندنا مدرسه علميه كبيره جدا. احنا عندنا قسم هندسه نوويه في هندسه اسكندريه بيخرج مهندسين نوويين، يعني اول دفعه فيه اتخرجت سنه 67 طبعا بمدرسه كبيره جدا بتخرج حاليا، بتخرج مهندسين نوويين. عندنا هيئه الطاقه الذريه المصريه بتمثل برضه صرح كبير جدا بالنسبه لتدريب الكوادر البشرية المصرية. ومدرسة ضبعة إيه اللي ممكن تقدمه يا فندم؟ يعني هي طبعا الأولى من نوعها على مستوى مصر والعالم العربي، وده يخلي أيضا في حديث عن تعظيم الاستفادة من هذه المدرسة لخدمة مشروع الضبعة النووي. والله مدرسة الضبعة دي في حد ذاتها بتعتبر سبق جميل جدا بالنسبة لمصر في هذا المجال، لأن أنت عندك فجوة، عندك المهندسين اللي هم متخرجين من قسم هندسة نووية ودول في التصميم وما إلى ذلك، طيب عندك بعد كده التشغيل وعندك الصيانة، عمل التشغيل والصيانة، فكان لابد من وجود مدرسة فنية متقدمة للتكنولوجيا النووية تاخذ الجانبين، الجانب النووي والإشعاعي، وتاخذ الجانب الفني من حيث المعدات. فكان الفكرة يعني إنشاء مدرسة الضبعة وبالتعاون مع هيئة المحطات النووية وهيئة الطاقة الذرية، وفي نفس الوقت كمان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. فالمنظومة هذه كانت أولا كانت وسيلة أن احنا نعمل على أن احنا طيب المدرسين اللي هيدرسوا في هذه المدرسة كان لازم من إعدادهم، طيب المناهج اللي هتدرس كان لازم كده، فعملنا لهم برامج لتأهيل المدرسين، عملنا لهم برامج مبسطة تتناسب مع مستوى الطلاب في هذا، بحيث انها يعني لا تغادي في بتاعه، وفي نفس الوقت تكون تاهلهم التاهيل المطلوب لهذا، هيكون عندهم جزء كبير جدا عملي،
هيكون عندهم جزء ممكن تدريب كمان في روسيا على هذا. فمدرسة الضبعة أنا بعتبر إن إحنا فعلا سبقنا بها دول كتير جدا حتى من الدول المتقدمة، إنك أنت بتخرجي الفنيين اللي هيبقوا متخصصين في سواء في التشغيل أو في صيانة المحطة. والحقيقة الميزة اللي أنا لمستها الحقيقة برضو في الطلبة إن هم فخورين جدا بال يعني بالموقع اللي هم فيه، أساتذتهم في منتهى الإخلاص، وعلى فكرة هم من يعني اختيار الطلبة من أوائل الشهادة الإعدادية يعني من المتفوقين، فده بيديلهم ميزة كبيرة جدا وزخم في حياتهم الدراسية والتحصيلية. فنمط جميل جدا لو تشوفوه، رائع الحقيقه. واحنا بنتكلم على الطاقه النوويه ليها ابعاد كثيره جدا وبعد اقتصادي يعني لا يجب اغفاله. وان شاء الله يكلل هذا المشروع مثل مشروعات اخرى مصريه واعده بالنجاح. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور كريم الادهم رئيس الاسبق لمركز الامان النووي. بالتوفيق ان شاء الله. شرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. نبقى معكم مشاهدينا الكرام ونذكر ببيان وزاره الداخليه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائيات الصنعاء لاستهداف قول الأمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير الجاري. فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع بخط سير مرتكب هذه الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بمنطقة الضرب الأحمر، حيث قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه وسيطرة عليه. انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، ما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة، وكذلك إصابة أحد ضباط الأمن العام. أمر نائب العام المستشار نبيل صادق بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل في حادث الهجوم الانتحاري الذي وقع بمنطقة الأزهر والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة أنه أثناء تحرك مأمورية مشتركة من ضباط مديرية الأمن وقوات الأمن الوطني لضبط إرهابي بمنطقة الغورية خلف مسجد الأزهر، قام بتفجير نفسه بقنبلة عقب استشعاره قرب القوات الأمنية منه، ما أسفر عن استشهاد مخبر وإصابة 6 ضباط. كان الانفجار قد وقع عندما قام الإرهابي بتفجير نفسه في مأمورية أثناء القبض عليه بمنطقة الدرب الأحمر، وتم نقل المصابين والمتوفى إلى المستشفى العام. معنا على تليفون سيادة اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني. مساء الخير سيادة اللواء. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. قبض أمنية في مواجهة الإرهاب والقائمين عليه، وبالتأكيد جهود مبذولة ومشكورة من قبل وزارة الداخلية في هذا الشأن. قراءة حضرتك للأحداث الأخيرة ويعني الواقعة يعني محل الاهتمام، وما تقوم به وزارة الداخلية في هذا الإطار وكذلك على خلفية حادث الهجوم الانتحاري بالأزهر. احنا لو قرينا المشهد بصفة عامة كده بحضرتك هنلاقي ايه؟ هنلاقي فيه مناسبات هي اللي مهيجاهم كده ومخلياهم يعني بقى عاملين زي الضبابير. اللي اولا نجاح المؤتمر الامني، مؤتمر ميونخ للامن العام، وما ترتب عليه من اقدام الشركات والمستثمرين والى اخره، والكل بيتابع هذا الكلام. ادي واحد. نمره اثنين ان كانت هناك جلسه اللي هي فض الاحراز بتاعه التخابر مع حماس واللي حصل منهم في القفص ورئيس الجلسه ابعدهم صفوت الجازي والعصام العريان وصدور احكام بالسجن المشدد، وبعدين في الوقت نفسه ما تقوم به الطائرات في سيناء اثر الحادث اللي حصل في مهاجمة الكمين في العريش. الكلام ده كله وبعدين قطر لما تيجي تعلن النهارده امتعاضها والنتائج بهذا الحادث وما اعرفش ايه والكلام ده كله، يعني يعني شيء من سواء سياسه او شكلا او الى اخره. وبعدين زي ما قلنا قبل كده برضه لحضرتك، لان تركيا تسلم اثنين من اخطر القيادات اللي متهمين في حادث
هي في النهاية زي ما حضرتك بتقول منظومة إرهابية، لا يوجد الآن دولة بمنأى عن الإرهاب. حنعود إليك من جديد سيادة اللواء، لكن اسمح لي أتحول إلى زميل حازم كمال مفادنا من وهو الآن متواجد بموقع الحادث في منطقة الأزهر. يعني حازم، لتصف لنا الصورة لديك الآن. نعم، عند الساعة 9 تقريبا من مساء اليوم كان هناك فرقة من قوات الشرطة التابعة لقسم شرطة الضرب الأحمر تقوم بتتبع الإرهابي الذي قام يوم الجمعة الماضي بوضع قنبلة عند مسجد الاستقامة بمنطقة الجيزة. قاموا بتتبع أثره خلال الأيام الماضية عقب معلومات وردت إليهم. كان هذا الإرهابي قدم إلى منطقة الضرب الأحمر، بالتحديد شارع الكحكيين خلف المسجد الأزهر. قاموا بتتبعه وكانت هناك عناصر من الشرطة السرية كانت في بعض المحال التجارية في هذه الأزقة والحواري خلف جامع المسجد الأزهر. قاموا بمراقبة هذا الإرهابي عبر كاميرات المراقبة الموضوعة في الشوارع، ولكن عند استشعار هذا الإرهابي قدوم قوات الشرطة على الفور قام بتفجير نفسه، نظرا لأن هذه المنطقة مكتظة بالسكان وحواري ضيقة إلى الغاية. على الفور استشهد أمين شرطة تابع لقسم شرطة الضرب الأحمر وأصيب 6 من ضباط القسم. وهناك أنباء ومعلومات لم تؤكد حتى الآن عن وفاة طفلتين كانت بالقرب من موقع الانفجار. هذه هي كل المعلومات التي لدينا حتى الآن طبقا لروايات شهود العيان، لكن كما ترين ربما في المشهد من خلفي قوات الشرطة وقوات من الجيش قاموا بتطويق المنطقة بالكامل، عملوا كردونا أمنيا. الآن واللحظة التي نتحدث فيها هناك فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة يقومون برفع الأدلة الجنائية ومعاينة مكان الحادث. وقبل أن نأتي إلى هنا كانت سيارات الإسعاف نقلت الشهيد والمصابين إلى مستشفى الحسين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ولكن على أي حال كان هناك أحد شهود العيان على مقربة من المحيط الأحداث يروي لنا بالتفصيل ماذا حدث. إيه اللي أنت شفته بالضبط وسمعته، ولكن المعلومات الحقيقية التي رأيتها أنت؟ الساعة 9 بالظبط، الساعة 9 بالليل بالظبط، ماشي حضرتك، أنا داخل من هنا حوالي الساعة 9 إلا ربع بالظبط، لقيت عشان أغير وبتاع، لقيت إيه صوت قنبلة، نزلت جري على طول، دخلت هنا، لقيت إيه شايلين واحد لو حضرتك اللي هو المرمي هناك، ماشي شلناه وديناه وكان فيه. نعم، هناك في هذه اللحظة التي نتحدث فيها الآن هناك أحد الأشخاص متوفي وملقى على الأرض خلف الكاميرا، ولكن لم يسمح لنا بالتصوير بالطبع، ولكن لم يتسنى لأي جهة تحديد هوية هذا الشخص، هل هو العنصر الإرهابي أم من أحد الغرباء كما قالوا عن المنطقة ربما لا ندري بالتحديد. نعم. وحضرتك كان في أمين شرطة من أمن الوطني كان قاعدين هنا من الساعة 10 الصبح، ماشي أمين عاوزين يأمنوا عليهم مش عارفين يجيبوا موقعه فين، وجري وراه وهو فرق نفسه تحت. لكن الشخص الإرهابي اللي فجر نفسه مش من منطقة الضرب الأحمر، مش من منطقة خالص الضرب الأحمر، وما حدش يعرف هو منين، حد يعرف خالص هو منين، لكن بعض شهود العيان قالوا إن هو تجول في المنطقة خلال يومين اللي فاتوا. هو ما كان متجول، بس هم كانوا قاعدين مستنيين لحد الساعه 10 الصبح هنا وقاعدين، بس هم مش عارفين شكله بالظبط، واول ما حددوا مكانه فرق نفسه تحت. كما ذكرت لك زميلتي العزيزة هذه هي المعلومات التي تسنى لنا الحصول عليها. طبعا هناك بعض التكتم بعض الشيء من قبل قوات الشرطة لأنه لم تتم حتى الآن رفع الأدلة الجنائية، ولم ينتهي فريق البحث الجنائي أو النيابة العامة من مهامهم، ومن ثم لا توجد أي معلومات سوى التي ذكرتها إليك وسوى المعلومات التي وردت عبر بيان وزارة الداخلية الذي أذيع منذ قليل. نعم، شكرا جزيلا زميل حازم كمال من موقع الحادث بمنطقة الأزهر. أعود من جديد إلى سيادة اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني. سيادة اللواء، يعني كيف للأسف انقطع الاتصال بسيادة اللواء، سوف نحاول أن نتواصل معه لاحقا، ويعني كما تابعنا فيما يتعلق بهذا الحادث الملاحقات الأمنية، ونذكر بما جرى حيث في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف رتل أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة
الموافق 15 فبراير الجاري أسفرت عمليات البحث والتتبع بخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالضرب الأحمر، حيث قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه وسيطر عليه. انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، ما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام. وإلى التذكير بالخبر الآخر، النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل في حادث الهجوم الانتحاري بالأزهر، أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة ذكر أنه أثناء تحرك مأمورية مشتركة من ضباط مديرية الأمن وقوات الأمن الوطني لضبط الإرهابي بمنطقة الغورية خلف مسجد الأزهر، قام الإرهابي بتفجير نفسه بقنبلة عقب استشعاره قرب القوات منه، ما أسفر عن استشهاد مخبر وإصابة 6 ضباط آخرين. كان الانفجار قد وقع عندما قام الإرهابي بتفجير نفسه في مأمورية أثناء القبض عليه بمنطقة الدرب الأحمر، وتم نقل المصابين والمتوفى إلى المستشفى العام. ودوما يضرب الإرهاب في مقتل، وتتواصل قوى الأمن من أجل إحكام السيطرة على هذا الإرهاب الآثم. ختام لقنا مع حضراتكم في من القاهرة اليوم، بشكر ضيوفي الكرام وبشكركم مشاهدينا، ولقاء يتجدد في الغد وفريق عمل آخر. إلى اللقاء.